شباب، ما لدي ساعة هنا؟ كم ساعة؟ الثانية عشر معي. ما أنت تنتظر؟ هل ستكون هناك مسابقات اليوم؟ ماذا؟ هل جمعتنا هنا لكي نستمتع بأشعة الشمس؟ نقف هنا منذ ساعة. نحن ننتظر المستشارات. أين الفتيات؟ لننتظر خمس دقائق أخرى. لدينا ما نفعله. الوقت من ذهب. لن تنتهي هذه الخمس دقائق أبدا. كيريل، هل تيمور وأسمان لم يعودوا بعد؟ لا، لم يعودوا منذ البارحة. موعدهم أخذ وقتا. رائع. فتيات، ماذا إن تركوا المخيم للأبد؟ أشك في هذا. أنا لم أحب هذا أبدا. حسنا شباب، إن لم تأتي المستشارات اليوم سألغي المسابقات. لماذا الحزن؟ لقد كان يوما رائعا. أجل، هل تتذكرون كيف رقصت سان على الطاولة ثم سقطت؟ مرحبا شباب. مرحبا. مرحبا. هل أنا أتخيل؟ سامر وسام قضوا الليل خارج المخيم. هذا سيء جدا. سيء. اصمتوا شباب، اهدأوا. مرحبا سامر وسام. كنا ننتظركم لكنكم لم تعودوا. كيف كان الموعد؟ رائع. نحتاج لنصف ساعة، سنغير ملابسنا ثم نبدأ المسابقات. أشعر بالنعاس، أيمكننا ألا نفعل اليوم؟ أنا أيضا. سان، اليوم لا يمكن، يجب أن نقوم بالمسابقات. هيا نراكم شباب. نراكم شباب. توقفوا. تعالوا. تيمور، سمايل، ما بكم؟ يبدو أن الموعد صار بشكل سيء. ماذا؟ أين تظنون أنكم ذاهبين؟ أخبرونا بسرعة. يخبروكم بماذا؟ طبعا، يبدو أنه لا يمكننا أن نتمنى نقطة الآن. حسنا، المسابقات غير مفيدة الآن. الخيار سيفوزون حتما. أجل سامر وسان، ليسوا بتلك السهولة. لسنا مرغمات لنفهم هذا. شباب، استراحة نصف ساعة لأجل العصير والمشروبات الباردة، ثم نلتقي هنا. إذن هيا. أجل صحيح، يجب أن نشرب العصير أثناء الاستراحة. أخبرونا شباب، هل نجحتم؟ هيا أخبرونا، ما الذي حدث في الموعد؟ الموعد هو الموعد، ذهبنا للمطعم ثم ذهبنا لمدينة الملاهي. كانت هناك الكثير من الاحتفالات، لذا اشتغلت الألعاب حتى الصباح. والوقت مر وكأنه خمسة دقائق. هل عرفتم شيئا؟ شباب، كانت لديكم مهمة، نحتاج لمعلومات. معلومات؟ هل جننتم؟ نحتاج معلومات، لقد اتفقنا. لا معلومات، كان مجرد موعد واحد. بصراحة تلك الفتيات جيدات، ربما كل ما وجدتموه على النت مزيف. ماذا؟ أتمزحون؟ ربما ما كان على النت لا يخصهم أساسا. شباب، أنتم تغضبوننا. تسقيتم مع المستشارات باستخدام مالنا، والآن تقولون لا توجد معلومات؟ لا بالسلة، لقد خيبتم ظننا، أو ربما يخفون عنا شيئا. شباب تحدثوا. نقول الحقيقة. أجل حسنا. لقد جف حلقي. لنذهب. لا أصدقهم، يتصرفون بغرابة بعد الموعد. فتيات، الآن أنا أتساءل، هل اقترفنا خطأ؟ هل تفكرون فيما أفكر؟ أنا أيضا أظن أن سامر وسان أثر عليهم. يا إلهي، إذن انتهى أمرنا. لا تقلقوا، سنتحدث مع الأولاد، يقولون لنا كل شيء سواء أرادوا أم لا. سمعتم ذلك؟ هذا فيل جائع يطلب الطعام، وهذا أسد مع جرح في كفه. أنا أنقذ الحيوانات كل يوم وأحتاج إلى المساعدة. لنقم بإعادة هذه الحيوانات إلى حالتها الممتازة ونبني البيوت لكل منهم. قم بتنزيل لعبتنا الآن. أصدقاؤنا الحيوانات في انتظارك. جيجي، هل هذا البوب كورن جديد؟ لم أفتح العلبة، حضري لي واحدا جديدا. اسمعوا أنتم أيها الأغبياء، هذا البوب كورن طازج جدا، لقد حضرته بيداي. ظننا أنك حضرته بقدميك. عصير رائع جيجي، واحد آخر. معلم مايك، لم يتبقى أي عصير. عصير رائع جيجي، اصنع المزيد. جيجي، المزيد من العصير. العصير سيكون جاهزا خلال ساعة. وأنتم جوب وبوب، اذهبوا من هنا، لا أريد أن أرى وجوهكم. جاب، سمعت جيجي، لا تريد رؤية وجهك. أتذكر أنك كنت تقولين أنك تحبينه كثيرا. يبدو أنها لم تعد تحبك برام. جيجي، اثنان عصير. لم يتبقى أي عصير. ماذا إن بحثنا عنه؟ ماذا إن طلبنا بشكل لطيف؟ أستطيع أن أجد لكم العصير. ماذا؟ جيجي، هل جننت؟ تيمور وسمايل، خذوا. شكرا جيجي. رأي،
جيجي لديها مفضلين جدد. ما فرصة لديها؟ أظن أنهم يواعدون المستشارات. مستشارات تأتي ومستشارات تذهب، لكن جيجي للأبد. شباب، بقيت 8 دقائق، أكملوا عصيركم ولنبدأ المسابقة. أجل جو، فشلت في أن ترى الألماس التي كانت بين يديك. كنت أنظر للألماس واكتشفت أنني كنت أحمل قطعة فحم. جيجي فحم، مضحك جدا، غبي. سأريك لاحقا جيجي، قطعة الفحم تلك كانت أيضا محترقة. أنت هو قطعة الفحم. بصراحة التسكع مع سمايل ممتع للغاية، وتيمور قوي جدا، ذراعاه قوية، كيف كان يحملني على الترامبولين البارحة؟ أنا لا أندم أنني جئت لهذا المخيم أبدا. أجل، هذا الصيف سيكون الأفضل على الإطلاق، بدأت أفكر في البقاء للأبد. هل ما زلت تفكرين؟ سنبقى هنا للأبد، بوني صديقاتنا ولاعبي السلة أصدقاؤنا. أجل، حصلنا على الجائزة هذا الصيف، نحن محظوظات. سمايل وتيمور ادخلوا. إنهم نحن فتيات صديقات. إذن تحدثوا، تبدون سعيدات. يبدو أن موعدكم الأول كان رائعاً. أخبرونا، هل أعجبكم سمايل وتيمور؟ هل قمتم بالقبلة الأولى؟ القبلة الأولى؟ لن نخبركم. لكن سمايل وتيمور رائعين حقاً. نحن سعيدات جداً في هذا المخيم، لدينا صديقات مقربات الآن وأصدقاء. رائع، لا أحب سعادتهم. فليفرحوا الآن، هذا لن يدوم أبداً. فتيات، نحن سعيدات لأجلكم كصديقاتكم، وسعيدات للاعبي السلة بإيجاد صديقات مثلكم. نحن سعيدات أيضاً. حسناً فتيات، إن كنتم لا تمانعون لدينا 5 دقائق لنستعد ثم نبدأ المسابقات. تباً سامر، أشعر بالنعاس، لا يمكن أن نلغي هذا؟ هذا عملنا. حسناً، إن أرادت مستشارات المخيم يوم عطلة. ديانا، يمكننا الحصول على يوم راحة. يوم راحة الجميع سيفعل أي شيء يريده. أنا سأنام. سننام. حسناً، ارتاحوا جيداً. سامر وسان، شكراً. حسناً، تحدثوا. لا يوجد شيء لنقوله، الموعد مجرد موعد. شباب، كفى، أخبرونا كيف كان الموعد، هل عرفتم شيئاً أم لا؟ لا، لكن أظن أنه بعد عدة مواعد س... هل فقدت عقلك؟ أي عدة مواعد؟ يجب أن تنفصلوا عن سامر وسان في أقرب وقت. ننفصل عنهم؟ ماذا يقول؟ أجل، لا أفهم. حسناً، لقد تحدثنا معهم، يبدو أنهم فتيات جيدات لطيفات ومسؤولات. إيه سمايل وتيمور، أية مسؤولية، استيقظوا. ألا تتذكرون ما الذي حدث سابقاً؟ نتذكر. إذن ما المشكلة؟ حسناً شباب، لديكم 2 يوم لتفضحوا سامر وسان. سمايل وتيمور، جوب لديه شيء يقوله. ماذا؟ اسمع جوب وبوب، اذهبوا من هنا. لا عمل لديكم عدة تنصت. أنا لا أنصت، جئت لأتحدث عن جيجي. من أتاكم الحق لجعلها تبتسم؟ سأدافع عن صديقي مهما كلف الأمر. جوب وبوب، ارحلوا بسلام. هل تحتاجون المساعدة؟ ساعد نفسك. كلب مجاعد، هيا. ماذا؟ ماذا قالوا؟ نعرف ماذا سأفعل معهم. حسناً حسناً، لاحقاً. سمايل وتيمور، تحدثوا. وكفى مزاحاً شباب. حسناً، منذ متى كنا نمزح؟ تيمور أن نخبرهم؟ إذن شباب، إن كان هناك شيء فلتتحدثوا، لما تتماطلون مثل الفتيات؟ وقال في الحب. ماذا؟ شباب، هل أتخيل؟ أم أنكم جادين؟ لا شباب، حقاً، سامر فتاة رائعة، وسام ظريفة ولطيفة، ورائحتها مثل الدونات. مثل الدونات. إذن كفى شباب، لم نتفق على هذا، ماذا سنقول للفتيات؟ إن سمعوا هذا سننتهي. لن تخبروهم، سيكون هذا سرنا الصغير. سنلتقي بهم ونقول شيئا، وعندما ينتهي الصيف لا أحد سيهتم. لا شباب، الأمر لن يعمل هكذا، الفتيات سيعرفون. أجل، لقد ورطتم أنفسكم شباب. لما كل هذه الدراما؟ وقعنا في الحب، عندما اتفقنا لم نكن نعرف أن الأمر سينتهي هكذا. حسناً، الآن يجب أن نفعل شيئاً، يجب أن ننقذ الوضع، يجب أن نتحدث مع الفتيات. لما نحن؟ هم من أحبوا، لأنهم أصدقاؤنا ونحن سنتحمل العبء الأكبر. شباب، لدينا طلب كأصدقاء، أرجوكم لنبقي هذا سراً بيننا. والآن سنذهب عند سامر وسان.
ماذا؟ مارتن يبدو أننا في ورطة، وماذا سنفعل؟ لا أعلم، يجب أن نفكر. فتيات، ألا تظنون أن المستشارات غريبات؟ أجل، لم يكونوا يتحدثون كثيرا. لا تقلقوا، سنعرف كل شيء من سمايل وتيمور. المستشارات ليس غريبات، لقد وقع في حب الأولاد فقط. لكن هذا ما أردناه. إن وقعت المستشارات في حب سمايل وتيمور سيخبروهم بكل شيء وسينتهي أمرهم قريبا. هاهم هاهم اللقاء. سعيدات برؤيتكم، سعيدات لدرجة نود ضربكم. ليس الآن. اسمعوا بوني، إن عبثتم مع مستشارات المخيم لن ينجح الأمر. فراولات، أنتم من تعبثون مع المستشارات ونحن نعرف كل شيء. والآن ابتعدوا، يجب أن نمر. لا نريد أن تتسخ عجلاتنا ببدلاتكم الحمراء. لقد حذرناكم، قد سهمت منهم. تحولوا من سماد إلى بوني والآن هم صديقات المستشارات. هذا ليس لأجل لا شيء، المستشارات قرروا الانتقام منا. لورن، كانت فكرتك في دعوتهم للمخيم. فتيات، هل نسيتم؟ جيجي هي القائدة، إن حدث شيء ستلام جيجي. وهل سيصدقوننا؟ يجب أن نجعلهم يصدقوننا. أين سمايل وتيمور؟ هل ناموا بعد الموعد؟ أخبرونا ماذا قالوا لكم. فتيات، نحن لم يقولوا لنا شيئا، حاولنا أن نسألهم لكنهم بقوا صامتين. صامتين أم أنكم لا تريدون إخبارنا؟ هنالك أمر مريب بكم شباب. كيريل، أخبرني الحقيقة، هل أخبروكم بشيء؟ لا. لكن ماذا إن فكرت جيدا؟ ما علاقتي، لست أنا من خرج معهم في موعد. الشباب عادوا يتصرفون بغرابة. هذا لا ينفعنا، لقد ذهبوا في موعد غريب. لم يكونوا يرغبون بمساعدتنا. أين هم؟ من؟ سمايل وتيمور. كيريل، تحدث. كانوا هنا وذهبوا للغرفة. لما تتهموننا وكأننا لم ننجز المهمة؟ شباب لاعبي السلة، لا يمكن الوثوق بكم أبدا. حسنا، هل نبحث عن تيمور وسمايل؟ ليس الآن، سيكون لدينا الوقت للتحدث معهم. إذن هل نتحدث مع المستشارات مجددا؟ لقد كنا عندهم، دعونا لا نثير الشكوك من حولنا. شباب، لا تخفوا شيئا، نحن في هذا معا. ولما تشيرين لي بأصبعك؟ أنا أتحدث عن جميع لاعبي السلة. مارتن، أنت تتصرف مثل الطفل. غير مضحك. أجل، غير مضحك، وداعا. والقبلة؟ لاحقا، لدينا ما نفعله. أجل، هذا غير ممتع. لا أستطيع إخبار الفتيات أن تيمور وسمايل وقعوا في حب المستشارات، فليعرفوا بأنفسهم هم وقعوا في الحب. فتيات، إلى متى ستظلون حزينات؟ لا معلم ماي، لسنا حزينات. المستشارات ستأتي الآن والمسابقات ستستمر. معلم ماي، يجب أن نتحدث. مرحبا تيمور وسمايل، المسؤولين عما حدث اليوم. لما نحن مسؤولين؟ لسنا مسؤولين. لا تلومنا معلم ماي. معلم مايك، يجب أن نتحدث. جوبا بوب، جيجي أخبرتني بكل شيء عن معاملتها بشكل سيء. المستشارات سيزيلون لكم بضع نقاط. ماذا؟ إنه خطأ سمايل وتيمور، كانوا يغازلون جيجي وجوب شعر بالغيرة. لما شعر بالغيرة؟ من الذي تغزل بجيجي؟ لا أفهم، من الذي تغزل بجيجي؟ سمايل وتيمور. لم نتغزل. أيها الوقحين، أغلقوا أفواهكم وذهبوا من هنا. حسنا، المستشارات هنا، إذا المسابقات ستبدأ قريبا. اذهبوا اذهبوا، أنتم محظوظين. أوغاد، إن أمسكنا بكم مجددا ستركضون بسرعة كبيرة. أي أي أي، سمايل وتيمور، هذا ليس جيدا. آمل أن ما يقوله جوب وبوب غير صحيح. إنهم يكذبون. هيا شباب اذهبوا، رأيتم المستشارات هنا، هيا اذهبوا. برتقالات، أنتم أيضا، انهضوا 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 انهضوا. نهضنا. حرارة رأسي ترتفع في الصيف. كنت أعلم، لم يكن علينا أن نثق في سمايل وتيمور. تيانا، ألا ننجح؟ لا أعلم. أولئك الاثنين، سمايل وتيمور، لم يكونوا يريدون مساعدتنا منذ البداية. أجل، إذن ليس علينا أن نعطيهم المال لاحقا لكي يخرجوا ويأكلوا. تبا، ذهبوا للمطعم بمال شخص آخر وتظاهروا بمساعدتنا. حسنا، إن حدث شيء سنهتم بالأمر نحن. ربما لا يجب علينا أن نطيل الأمر ونطرد السمر والسن فقط. ناس، هذه ليست طريقتنا، يجب أن نفعل كل شيء بأمان ودقة. يجب أن يعترفوا بأنفسهم، عندها جميع من في الحرم سيقول سمر والسن ارحلوا. شباب، الأمر ممتع معكم، لقد تأكدنا من أن هذا الصيف هو جائزتنا. نحن أيضا.
فتيات أنتم الأفضل. بوني حسناً دعوهم يروا إنهم سعيدات لنا، نحن أصدقاء. أجل فليروا. تيمور أنا مرتبطين العشاق. أجل عشاق، عندما تمشى يدا بيد مع تيمور حتى ظلالنا تتناسق. وأنا عندما كنت صغيرة كانت لدي دمية مثل سمايل تماماً. رائع، نحن سعيدات لأجلكم سامرا سان، وسعيدات لأجل لاعبي السلة أيضاً، صحيح فتيات؟ كثيراً. المخيم هو حلمنا، هنا وجدنا صديقاتنا وحبنا. تيمور وسمايل كنا نبحث عنكم، أين كنتم لم ننهي حديثنا؟ ماذا تقصدون؟ لقد قلنا كل شيء. حسنا شباب تحدثوا، نحن سنذهب، يجب أن نجهز المسابقة. بالمناسبة المسابقة تخص الرياضة. مسابقة الرياضة؟ حسنا تحدثوا. ماذا؟ تحدثوا. ألا نعرف شيئا؟ أتخفون شيئا عنا سمايل وتيمور؟ أخبرونا. تحدثوا. شباب لقد اتفقنا، أنتم أصدقاؤنا ويجب أن تتفهمونا. صمتكم هذا خيانة، يجب أن تعترفوا هنا لأنه لاحقا سيفوت الأوان. بما سيعترفون؟ وقعنا في الحرب. إذن تحدثوا أكثر أكثر، قولوا كل ما قلتموه في غرفة المعيشة. هل أنا أتخيل الآن؟ شباب لم نتفق على هذا. تيمور وإسمايل هل تمزحون الآن؟ لا شباب، الفتيات من يجب أن يقع في حبكم وليس العكس. هيا أخبرونا ماذا عرفتم؟ هل أخبروكم؟ هل اعترفوا لكم؟ لا، وأيضا توقف عن الإلحاح، إنهم فتيات رائعات. بالمناسبة إن تجرأ أحد واقترب من سامر خاصتي سندافع عن سامر وسان. يدافعون عن سامر وسان. فتيات رأيتم كل شيء وسمعتم. أنا مصدومة، يبدو أن خطتنا فشلت. لا أعلم، فتيات سامر وسان يبدون مخادعات ويمثلون دور الضحية، وماذا سنفعل؟ لن نستسلم. شباب ضعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وتمنوا لنا الحظ الجيد. يجب أن نفضح تلك المستشارات. نراكم لاحقا. متابعين شباب، اصعدوا سنوصلكم.